احنا بنفتكر معاك الحاجات الجميلة اللي احنا عشنا حياتنا كلها بيها دي. انا لو كنت قعدت 150 سنة عشان اعمل في اسم فؤاد المهندس ما كانش يتعمل اكتر من اللي عملتيه. لا والله لا العظيم. ازاي ده؟ لا 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 لا. احنا النهاردة عندنا عيد ميلاد، عيد ميلاد البرنامج، لانك حضرتك موجود معانا، فهنعمله ده اليوم الرسمي بتاعنا. انت شيء خطير يا دكتورة. لا ده الخطير ده انا واد خطير جدا، خطير حقيقي. من عيد ميلاد ابو الفساد بعد كده نضجت ساعة لقلبك. وحضرتك فاكر الثنائي الجميل مع الفنانة خيرية احمد؟ محمود يا حبيبي. محمود. بعتلك ايه؟ مين اللي حافظاه؟ بعتلك تتعشى يا حبيبي. احطلك العشاء يا حبيبي. شوف البنات هم صغيرين وحافظين. لا في موقف ظريف. أيه؟ محمود يا حبيبي. ايوه. انا بعملها كل سنه في عيد الثوره. ايوه. في 23 يوليو. ايوه. هو 23 يوليو ولا كده؟ ايوه. مظبوط مظبوط. وكان اللي بيحضروا جمال عبد الناصر. ايوه. وعبد الحكيم عامر. أيه؟ والثوره كلها. ايوه. فطلب عبد الحكيم عامر جمال عبد الناصر محمود يا حبيبي. طلبها جمال عبد الناصر. طلبها. قال لي لازم تعمل محمود يا حبيبي. فقلت لعبد المنعم مدبولي هو اللي بيألفها. فقال لي طب اعمل ايه؟ قلت له اعمل لنا حاجه يعني على الجيش وعلى البتاع. فعمل ايه؟ عمل ان بيحاربوا. وتعهدوا لمحمود انه يحط الخطط. الخطط. يحط الخطط بتاعت الحرب. فقلت له طيب كويس، وهي تقول لك محمود يا حبيبي وانت بتحط الخطه. بس فبدانا نشتغل وبدات اقول والطيارات تيجي من هنا محمود. وتيجي على الموقع محمود. يعني بدأنا ايه نشغل. وعبد الناصر واقع من الضحك فاتصال. وبعدين خلصنا. وهو رايح على العربيه قال لهم ابعتوا لي هاتوا لي فؤاد. رحت قلت له ايوه يا سياده الرئيس. بص لعبد الحكيم عامر وقال له طب يا اخي لما هو بيعرف في الحرب طب ما يعني ساعدوهم. قلت له ساعدوه. ساعد المشير. قال لي ساعد المشير يا اخي بس علشان يعني نعرف نتكلم معاه. وركب العربيه ومشي. بس كان موقف حلو قوي قوي ظريف. ده الرئيس عبد الناصر قابلته في الموقف ده، التقيت بيه او برئيس السادات او انا التقيت بيهم كلهم. كلهم. اه. نفتكر بقى كده المرات اللي التقيت بيهم. انا سلمت على عبد الناصر. أيه. مرتين ثلاثة. كانت المرة دي بتاعت محمود. أيه. ومرة بقى قبل كده بتاعت كان بيديني كاس التمثيل. كان عبد الناصر كان في استاد المدينة الجامعية. جه وحضر وبتاع. وسلمت على السادات. السادات كان صديقي. صديق. ازاي؟ كنت احبه قوي وهو كان يحبني قوي. كنت بتشوفه بشكل شخصي؟ مش دايما. يعني انما كنت بشوفه. كان بيحب النكته وكان بيحب قوي قوي. هو كان حبوب قوي قوي. ودمه خفيف. إيه؟ ودمه خفيف. ايه بتقول ايه؟ فاكر له ايه من المواقف معاه؟ لا هو ما كانش يعني
ما كانش يقول حاجة، إنما هو هو يعني حاجة ظريفة قوي يعني القعدة معاه متعة حقيقي. التقيت بيه أول مرة إزاي؟ التقيت بيه أول مرة كان في احتفال، أو هو مثلا دعاكم للبيت عنده، ولا كان؟ أنا رحت له البيت مرة وكانوا هيسيبوا الكلاب عليا. ليه؟ ما أعرفش. رحت له علشان أقابله بالنسبة للمسرح والحاجات دي، الحاجات دي. فأنا مش متعود إني ألبس كرافتة خالص. فقلت له ممكن أقلع الكرافتة، كنت لابس كرافتة. قال لي اقلع، مش حاجة، اقلع كرافتة وإلا أسيب عليك الكلاب. عنده كان كلاب كبيرة كده، كان بيحب التمثيل قوي قوي، وهو أصلا كان ممثل. أيوه، عمره قال لك إن هو كان بيحب التمثيل وكان عايز يمثل، كان بيحكي لك يعني. وكان المدرس بتاعه كان بيدي معهد التمثيل، مدرس الإلقاء. أيوه، كان بيديله درس حاجة كده في الإلقاء. في الإلقاء شفت أحمد زكي لما عمل فيلم السادات؟ لا، ما شفتش فيلم السادات. لكن وبعدين أنا سلمت على حسني مبارك. ضربت له تليفون وقلت له كل سنة وأنت طيب. كان عيد ميلاده هو او حاجه كده. كنت بتكلم من عند ابني احمد. ايوه، على بال ما وصلت البيت كان تليفون ضرب. هو اللي بيتكلم، هو شخصيا، هو شخصيا بقى. انا افتكرت الاول حد بيهزر. والله. ايوه. قلت له مين اللي بيتكلم؟ سمير خفاجي ولا مين؟ قال لا يا استاذ، احنا الرئاسه. قلت له رئاسه ايه؟ قال لي رئاسه الجمهوريه وبندور عليك. قلت له يا سلام، مين عايزني؟ قال لي الرئيس. انا سكت، حسيت انها حقيقي. ايوه ايوه، قلت له ايوه يا فندم، انا تحت امركم. قال لي الرئيس معاك. لقيته هو اللي بيتكلم بقى. قال لي ازيك يا استاذ. قلت له الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك بتاع. يعني بتكلمني في البيت؟ قال لي ما انا عارف لك حته، ما انتش في البيت كنت. قلت له طيب، يعني انا سعيد ان انا بسمع صوتك من التليفون وانا مش عارف اقول لك ايه. قال لي ما تقولش حاجه.